السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. ذاكرة مأساوية ترتبط بمسلمي البوسنة والهرسك، مذابح وإبادة جماعية بين عام 1992 وحتى عام 1995 وصلت ذروتها بمذبحة سربرنيتسا. شبح الحرب اليوم يخيم على الأجواء من جديد، وذلك مع أزمة سياسية حادة تضرب البلاد ومع خطاب معاد للإسلام يتنامى في البوسنة. مشاهدينا الكرام، حول مسلمي البوسنة وحول أوضاعهم وربما الحقيقة مع تنامي خطاب العداء للإسلام والمسلمين هناك، ما هو مصيرهم اليوم؟ والحقيقة هناك الكثير من المراقبين يتحدثون عن أن شبح الحرب يخيم على الأجواء في البوسنة. مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر سكايب الإعلامي والاقتصادي المصري المقيم بالبوسنة والمختص في شؤون مسلمي البوسنة، السيد محمد نور. سيد محمد، السلام عليكم وتحية لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد محمد. والحقيقة نبدأ عندما تحدث عن البوسنة نبدأ ربما من البداية تماما. متى دخل الإسلام هذه المنطقة بالتحديد وكيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في اختلاف واضح وأساسي وجوهري في مسألة دخول البوسنة للإسلام. هل هي فعلا الإسلام دخلها مع فتوحات السلطان محمد الفاتح في القرن الخامس عشر، ولا الرواية البوسنوية اللي بتقول إن لا، الإسلام كان موجود قبل الفتوحات العثمانية للبوسنة والهرسك؟ ودي مسألة محورية، لأن جزء في الخلاف العرقي الموجود الآن في البوسنة هو هل البوسنويين هل هم مسلمون بالأصل، هم من أهل البلاد الأصليين، أم هم وافدون مع الفتح العثماني أو غيره. الرواية البوسنوية بتقول لأن إن البوسنويين كشعب، ودولة البوسنة دولة موجودة عبر التاريخ، دولة قديمة وكان لها ديانة موحدة شبيهة بمعتقداتها بمعتقدات وأصول الديانة الإسلامية قبل دخول الفتح العثماني، ولم يكونوا في يوم من الأيام جزء من الأرثوذكس أو جزء من الكاثوليك اللي هم الكروات أو الصرب، بل كانوا دائما شعب مستقل. وده مفتاح أساسي في الصراع والأسطورة التاريخية إلى الآن، الصراع القائم بين بحول أراضي وجمهورية البوسنة وهرسك ما بين كاثوليك وبروتستانت وكاثوليك وأرثوذكس ومسلمون، هل هو صراع ديني أم صراع عرقي؟ البوشناق يصرون على أن البوشناق هي قومية قائمة بذاتها، قائمة بشكل قديم جدا وتاريخي، وده الأقرب للصحة والحق. ولازم نفهم أن هناك فرق بين الصراع العرقي والصراع الدين. الصراع في البوسنة ليس فقط صراع حول أن تكون مسلما أو تكون كاثوليكيا أو تكون أرثوذكسيا، هو صراع للأسف في جزء كبير منه بالأساس هو صراع عرقي قائم. هل البوسنة فيها بوشناق أم لا يوجد قومية أصلا تسمى القومية البوشناقية؟ ده الصراع الحقيقي اللي موجود على الأرض وإلى الآن يتم طرحه من حين لآخر يعني. لكن ما هي أعداد المسلمين الحقيقية اليوم سيد محمد؟ المسلمون حسب تعداد 2013 55% من إجمالي عدد مواطني البوسنة والهرسك، هم يشكلون أغلبية كبيرة هنا. بما يعادل كم من النفوس؟ الكلام في النفوس مختلف فيه، لأن إجمالي عدد البوسنة حوالي 3.5 مليون، فبنتكلم في 1,750,000 من المسلمين يعني. طبيعة الأجواء اليوم سيد محمد، الحقيقة هناك الحديث كثر خلال الفترة الماضية عن تنامي معادات المسلمين وتنامي الحديث عن شبح الحرب بأنه يخيم على الأجواء. طبيعة الأجواء اليوم في البوسنة كيف تراها؟
هو للأسف بيصدر دايما خطاب واحد للإعلام، لكن الحقيقة الأصلية وأصل المشكلة الكبرى دلوقتي بعد حرب 92 إن يقيم سلام هش باتفاقية لا ترضي أحد، اتفاقية دايتون. نعم. اتفاقية دايتون الآن قسمت جمهورية البوسنة والهرسك إلى كيانين، كيان تقريبا 50% و50% من الأرض، 50% مع سمية بكيان صرب البوسنة، و50% نظام فيدرالي ما بين المسلمين والكروات. النظام المعقد بمجلس رئاسي ثلاثي يتم تداوله على قدر ما هو استطاع أن يقيم سلام، لكن لم يقيم دولة حقيقية لها قرار ولها اقتصاد وقوة حقيقية على الأرض، وترك كثير من المشاكل لا تستطيع معه الدولة التقدم أو النمو أو أن تكون صاحب قرار نفسها. دائما القرار بيكون مشترك ما بين الثلاث عرقيات المختلفة. اتفاقية دايتون على قدر ما هي حققت نوع من الاستقلال للبوسنة والهرسك، لكنها أيضا اعترفت بشكل أو بآخر بواقع مرير بتقسيم حقيقي على الأرض للبوسنة والهرسك لجمهورية صرب البوسنة وفيدرالية البوسنة والهرسك اللي هي بيقيمها المسلمين والكروات. فمن ناحية أوقف الحرب، لكن من ناحية لم يقم عدالة حقيقية ولم يقم دولة بالشكل المفهوم الحقيقي اللي تستطيع به أن تنمو وتستمر بشكل جيد وينتمي كل أبنائها لدولة واحدة كنظم الدولة الحديثة الموجودة. لكن هذا من 95 وحتى اليوم، لكن ما هو الجديد اليوم؟ هناك الجديد تحريضات هناك من سياسي صرب البوسنة، طروحات مختلفة. دعني أطرح طروحات مختلفة في فضل الأمر. من 95 إلى الآن ما يسمى بالأحزاب العرقية هي التي تسيطر على الوضع السياسي والاقتصادي في البوسنة والوضع الحكومي سواء عند المسلمين أو عند الصرب أو عند الكروات. السنديس اللي هو يزعم دودك عند الصرب، و SDA عند المسلمين، والخادزي عند الكروات. الثلاث أحزاب قومية تقوم على يعني مصالح كل قومية أو عرقية داخل البلد ولا تمثل الأعراق أو القوميات الثلاثة الموجودة. الآن في الفترة الأخيرة الواقع على الأرض أن الناس ملت من الوضع الاقتصادي، أعداد الهجرة ضخم جدا من البوسنة إلى أوروبا الغربية وخاصة ألمانيا. الناس لا تشعر أنها تمتلك وطن حقيقيا داخل بلدهم، يعني فهجرات ضخمة جدا، وبالتالي أصبحت هناك حالة ملل كامل من الأحزاب القومية الموجودة، وأصبح في شعور عام بالعبور لما بعد القومية، وده خلى وظهر بوضوح في الانتخابات الأخيرة في خسارة الحزب القومي الصربي في بانيالوكا اللي هي عاصمة جمهورية صربيا البوسنة، وخسارة الإصدقاء في سراييفو العاصمة، وخسارة الخادزي في المجلس الرئاسي وفي أجزاء كبير من الفيدرالية المسلمين والكروات. يقال إن جزء من عودة الحياة لهذه الأحزاب القومية هي إقامة نظر الحرب الموجودة الآن. إحنا بنواجه في البوسنة هنا مشكلتين: مشكلة الوضع الاقتصادي الضعيف جدا والمتأزم، والقيادة الفاشلة للأحزاب القومية الثلاثة بلا استثناء، بالإضافة إلى أن البوسنة هي دولة بتسمى في العلوم السياسية بافر ستيت، دولة بتلتقي عندها حضارات مختلفة، أعراق مختلفة، ديانات مختلفة. هي فعلا نقطة التقاء لو بنتكلم في ديانات للدين الإسلامي والأرثوذكس والكاثوليك، هي حضارة، نقطة التقاء بين الحضارة الشرقية والحضارة الغربية. أيضا هي نقطة مشكلة ونقطة تصفية حسابات لولاءات مختلفة. لدينا جمهورية صرب البوسنة التي تدين بالولاء لصربيا، ومن بعد ذلك صربيا للمعسكر الشرقي اللي هو الاتحاد روسيا، ولدينا كرواتيا التي بشكل أو بآخر تنتمي للمعسكر الغربي، والكيان المسلم المحسوب بشكل أو بآخر على تركيا. للأسف تصبح دائما البوسنة مهددة بتصفية حسابات بين الأخطار وفي النزاعات الكبرى. النهاردة الخوف إن لو حصل في أوكرانيا شيء من النزاع بين المعسكر الغربي وبين الروس، خوف إن يمتد هذا النزاع ليطال القضية البوسنوية الدائما التي هي دائما يعني في يعني على شرر وعلى سلام هش سهل إثارة
بعض نعرات المتطرفين هنا أو هناك لعودة نذر الحرب. الواقع على الأرض لا أحد، لا صرب ولا مسلمين ولا كروات يتمنى عودة المسائل كانت على 92 أو انغماس البوسنة في حرب أخرى أو كذا. بالعكس، الناس في الشارع سواء الصربي أو الكرواتي أو المسلم، الكل يتمنى أنه يعيش في سلام وأنه يكون في دولة متقدمة وتحقق الحد الأدنى من الكرامة لأبنائها يعني. ودي الشكوى الحقيقية للناس من السياسيين الموجودين الآن. مشكلة المسلمين حاليا أن في حالة عدم ثقة كبيرة جدا في القيادات السياسية الموجودة. طب سأعود للقيادات السياسية التي تمثل المسلمين، ولكن دعنا نقف عند هذا التصريح للزعيم دوديك، حيث قال في قمة بالعاصمة المجرية بودابست في سبتمبر الماضي: نحن مسيحيون، هذه خبرتي، خبرتي تجعلني أقول إن المسلمين لا يتخلون عن قيمهم، إنني أدعو فقط للدفاع عن أوروبا، كامل أوروبا وليس الاتحاد الأوروبي. في أي إطار قرأتم هذا التصريح سيد نور؟ أنا كما قلت دودك حاليا أفلس سياسيا، فبالنسبة له خسارة العاصمة في الانتخابات السابقة، خسارة مرشحه لإدارة العاصمة أو لرئاسة بلدية العاصمة، كانت خسارة كبرى تنم على إفلاس سياسي حقيقي. الوضع الوحيد لإعادة وجوده على السياحة السياسية من جديد، لإعادة طرحه من جديد، هو خلق صراع قومي مثل ما ذكر هو الآن، بحيث أنه يغطي على فشله السياسي الحقيقي على الأرض. لكن هنا هل صراع، هل ما يريده صراع قومي أم صراع عقدي؟ يتحدث في بداية حديثه نحن مسيحيون، ثم يطلق ما بقي من حديث. كما قلت، هنا لا تستطيع أن تفرق ما بين العرقي والديني في 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 البوسنة. بشكل أو بآخر الأحداث الأخيرة نجحت في دمج العرقي والديني، وإن كان ده مش في المصلحة التاريخية للدولة البوسنة كبوشناق، كقومية بوشناقية، لأن الطرح اللي بيطرحه المسلمون أن البوسنة للبوسنويين، للقومية البوشناقية التي قد تكون من تحتها تحتوي مسلم وغير مسلم. الطرح اللي بيطرحه القوميين الصرب لا، أن البوشناق هم فقط مسلمين، وأن العرق البوسنوي هو تمثيل للدين الإسلامي، وهذا ما يرفضه البوشناق كسياسيين، وده الأفضل للبوسنة، أن تبقى الدولة دولة البوسنة والهرسك زي ما دولة صربيا المجاورة مقيمة، وبتقول لا، أنت ما في مانع أن أنت تكون صربي أرثوذكسي أو كاثوليكي أو مسلم، برضو البوسنويين من حقهم إقامة دولة كاملة مستقلة بالقومية البوسنوية الشاملة للمسلمين وغير المسلمين. محاولة نقل الصراع لعرقي أن كل ما هو بوسنوي هو مسلم فقط، أو كل ما هو مسلم هو بوسنوي، دي طرح يطرحه دائما الصربة والكروات لإلغاء تام بشكل كامل من التاريخ ومن الواقع شيء يسمى البوسنة والهرسك. ده الطرح للأسف اللي احنا أحيانا بندندن حوله، وده غلط، لأن انت هو بشكل أو بآخر انت تتناغم مع الطرح الكرواتي الكاثوليكي والطرح الصربي الأرثوذكسي، ان انت خلاص تبقى قومية صربية وقومية كرواتية، لكن لا يوجد شيء اسمه قومية البوسنوية، يوجد مسلمون وكروات ومسيحيون. فده هام جدا جدا ان احنا نتكلم بهذا الشكل. طيب ننتقل الى الوضع السياسي، وضع السياسيين المسلمين في البوسنة، كيف توصفه اليوم وكيف ينعكس على اوضاع المسلمين بشكل عام في البوسنة؟ للأسف حال المسلمين في البوسنة لا يختلف كثيرا عن حال المسلمين في باقي دول العالم الإسلامي كله. زعامات بتتسم بشكل أو بآخر بالأنانية والضعف وعدم الرؤى الكبرى أو الرؤى البعيدة للوضع القائم. نفتقر إلى الآن في البوسنة لمفكرين حقيقيين يستطيعون مواجهة الاستعداء القائم من دودك أو من غير دودك، ويتميزوا بالكاريزما وقوة الشخصية. أيضا للأسف برضو أن النهاردة الحزب الذي يمثل غالبية المسلمين اللي هو الإزدقاء بيخسر كل يوم بشكل أو بآخر كثير من الأرضيات، لأنه غير قادر على تلبية
طلبات او احساس باقي البوشناق انه يمثلهم. فما فيش قيادات مبدعه، قيادات جديده تقود الاقتصاد بشكل احسن. الفساد السياسي للاسف في البوسنه برضو موجود على القوميات الثلاث. يعني من التندرات التي يتحدث فيها البوسنويون ان السياسيون في البوسنه دائما يختلفون في كل شيء الا في المصالح وفي الفساد، سواء كروات او صرب او مسلمين، دائما يتحدون في اي شيء متعلق بالفساد او بالمصالح الماليه للسياسيين اصحابها. يعني في شكوى عامه على الارض من كل السياسيين سواء صرب او كروات او مسلمين، ما حاله عدم رضا كبيره جدا جدا على الوضع القائم في البوسنه اقتصاديا وسياسيا. دي المشكله الحقيقيه. لكن الى اي مدى هناك تخوفات لدى البوشناق، لدى المسلمين في البوسنه، من حدوث حرب، من حدوث عمليه اباده جماعيه مره اخرى تنتهي بهم لا قدر الله الى مقابر جماعيه كما حدث؟ يعني ما زالت الاحداث السابقه ما زالت في ذهن كل الناس في البوسنه، ما زال حاله رفض عوده الاحداث مثل 92 الى 95 حاله رفض موجوده حتى عند الاعراق الثلاثه اقول في الغالبيه. لكن الخوف دائما من سيطره فصيل متطرف هنا او هناك يشعل الحرب من جديد. لكن لا شك ان وضع المسلمين النهارده كيقظه اكثر بكثير جدا من وضعهم سنه 92. استعدادهم بشكل كامل للدفاع عن انفسهم وحمايه انفسهم افضل بكثير جدا جدا. في 92 دوله البوسنه والمسلمين كانوا بيواجهوا جيش يوغوسلافيا الكامل الضخم بلا استعداد مسبق وبلا نذر حرب. يعني ما حدش كان بيصدق ان ستكون حرب. يعني النهارده الوضع يختلف بشكل كبير. هو الخوف الاكثر هو تفتيت البوسنة وهرسك. ما هو الذي يختلف اليوم؟ معذرة أستاذ محمد، دعني أقطعك هنا. ما هو الذي يختلف اليوم؟ ما هي شكل الاستعدادات، استعدادات المسلمين لأي حرب يمكن اليوم أن تشن عليها؟ اختلاف كبير جدا. أن للأسف تم هناك على الأرض تقسيم حقيقي لتواجد المسلمين والصرب والكروات. ففي النهاردة لما تروح مدن كاملة تحت سيطرة الصرب، الار اس الجمهوريه صرب البوسنه للاسف بتمتعوا بشكل كامل باستقلاليه كبيره جدا على الدوله، وهم ماشيين بخطوات جديه في ذلك. ان تكون في حرب للتقسيم، لا، في 92 كان في اختلاط كامل للاعراق الثلاثه داخل كل مدينه. واللي تم في 92 هو محاوله فصل بين الاعراق وتطهير عرقي، وده تم بالفعل للاسف على الارض. النهارده بتمشي في مدن كامله إلى الآن عدد كبير من المسلمين ما رجعتش لموطنها الأصلي، وكذلك العكس. ففي فصل على الأرض. الخوف إن امتداد صرب البوسنة وسكوت المجتمع الدولي إنه يحقق لصرب البوسنة ما يريدون بفصل جمهورية صرب البوسنة عن كيان أو عن دولة أو عن جمهورية البوسنة وهرسك. ده الخوف الحقيقي إن يحصل فصل. مش هتحصل حرب بإذن الله تعالى، مش هيحصل تطهير عرقي زي اللي كان في الذاكرة. نعم، لكن إمكانيات حدوث فصل حقيقي على الأرض الواقع، وفشل السياسيين المسلمين في صد أو منع هذا الفصل، ده التخوف الحقيقي الموجود دلوقتي. لكن أوحي لي من حديثك قبل قليل سيد نور بأن هناك استعدادات، أو هكذا فهمت، يعني استعدادات على مستوى القوة، استعدادات عسكرية، لأنه لن يحدث هذا. المسلمون اليوم أوعى، لديهم استعدادات للمواجهة. تحدثت عن جيش يوغوسلافيا اليوم غير موجود. يعني هل هناك استعدادات من هذا النوع بأنه صد أي هجوم يمكن أن يحدث؟ بإذن الله لن يحدث هجوم. يعني خلينا المجتمع الدولي يرفض تماما مثل هذا الوضع داخل البوسنة وهرسك. يعني بإذن الله تعالى لن يحدث أي هجوم من هذا النوع، وخاصة أن ما بقاش فيه اختلاط كامل كما سبق. اللي عايز أنقل الصورة لحضرتك فيه وللسادة المشاهدين، من قبل كانت كل مدينة هي كيان مختلط، وكان في صراع على كسب عدد من المدن لكل كيان. الآن للأسف الخريطة إذا فتحتها تلاقيها مقسمة. المدن اللي فيها أغلبية صربية وتقع تحت جمهورية صرب البوسنة ما فيش فيها مسلمين تقريبا، وكذلك العكس. ففكرة أن الهجوم من طرف على الطرف الثاني فكرة غير متوقعة، وخاصة أن ما فيش اختلاط حقيقي على الأرض. النهاردة لما بنيجي نتكلم، قبل كده كان كل مدينة
فيها 50% سرب 50 مسلمين او بنسب او باخرى، وكان في محاوله لكسب هذه المدن. دلوقتي حصل تقسيم حقيقي على الارض، والخوف هو ان يتحول التقسيم ده من كيانين داخل دوله واحده، ان كيان يفصل نفسه ويعلن انضمامه مثلا للجاره اللي هي سرب البوسنه، وده كده يبقى انت بشكل او باخر تم تحقيق اهداف او احلام صربيا الكبرى اللي هي المطلوبه من الاول، ان تقسم البوسنه ما بين صرب وكروات ويتم الغاء كيان اسمه البوسنه وهرسك. ده الخوف الحقيقي. طيب ننتقل الحقيقه الى الحديث عن دور روسيا في ما يجري اليوم في البوسنه. هل هناك دور ملحوظ اليوم فيما يتعلق بإزكاء الأزمة السياسية إن صح القول؟ لا شك، وده اللي ذكرته في بداية حديثي، إن البوسنة بتعاني إن هي دولة في فيها صراع أقطاب بشكل أو بآخر. فإذا تم مضايقة الملف الروسي في أوكرانيا مثلا، البوسنة تحاول روسيا تحاول تضغط على المجتمع الغربي بشكل كامل من خلال البوسنة أو غيرها، من خلال صرب البوسنة ومن خلال صربيا، بدعم مخطط التقسيم او بشكل او باخر، بحيث يتم الهاء اوروبا في البوسنه عن الملف الاوكراني. للاسف ان انت تصبح كارت للتفاوض ما بين اقطاب مختلفه، ده شيء مؤلم للغايه وعلى حساب المواطنين الحقيقيين للبوسنه والهرسك في الاخر. ماذا عن تركيا وعلاقه مسلمي البوسنه بتركيا بشكل مباشر سيد محمد؟ لا شك الدور التركي دور كبير وتاريخي في البوسنة والهرسك. نعم. كان في الفترة الأخيرة لوحظ برضو لم يكن الصوت التركي بالصوت المسموع والمنتظر من القيادة التركية. كان في مشاركة تركية وكان في استقبال من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزعيم صرب البوسنة، والنقاش حقيقي بشكل حقيقي معاه، والناس في البوسنة متوقعة أن يكون تركيا لها دور كبير جدا في وقت أي فتنة ممكن يقيمها الزعيم دودك أو كده. لكن أعتقد أن الناس تتوقع صوت أعلى من القيادة التركية لمناصرة جمهورية البوسنة والهرسك والحفاظ عليها كجمهورية متكاملة. ما الذي يريده اليوم مسلم البوسنة من الجمهورية التركية في هذه اللحظات وفي هذه الأجواء؟ لا شك في شكوى حقيقية على الأرض. الاستثمارات التركية مهمة جدا للبوسنويين هنا، التواجد التركي مهم جدا. في قصور حقيقي في هذا الملف، بخاصة في جانب الاستثمار التركي. احنا اعتقد ان الاستثمار التركي في صربيا قد يكون اكبر من حيث الكم والكيف في صربيا عن البوسنة، وده شيء بيضع علامة استفهام، لأن متوقع دائما أن تكون تركيا في الجانب البوسنوي. للأسف أيضا كثير من الدول العربية وبالذات الإمارات العربية المتحدة لها استثمارات ملياريه داخل صربيا وداخل بلغراد، وعلى العكس تماما لا يوجد لها أي استثمار تقريبا داخل البوسنة. فللأسف في قصور كبير جدا في الملف السياسي والاقتصادي. اللي عايز أرجع أقوله تاني، الخوف مش من شبح الحرب، ولا ينتظر الناس في البوسنة من إخوانهم في الدول العربية أو الجمهورية التركية مساعدات عسكرية بشكل أو بآخر. لا، محتاجين مساندة كبيرة جدا في الملف السياسي أولا، ثم الملف الاقتصادي. البوسنة عندها فرص اقتصادية كبيرة جدا وواعدة. نعتقد أن مساندة البوسنة بالعموم سواء بأعراقها المختلفة أو كده بمشاريع اقتصادية كبيرة قد يكون عامل كبير للنهضة وبقاء البوسنة موحدة وبقاء البوسنويين داخل البوسنة. لأن المشكلة الأولى التي تواجه البوسنويين الآن الهجر، أن الأعراق الثلاثة الصرب والكروات والمسلمين الجميع يهاجرون إلى أوروبا الغربية للبحث عن حياة أفضل وإحساس بالعدل داخل بلاد غير بلادهم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد نور، العالمي والاقتصادي المصري المقيم في البوسنة والمختص في شؤون المسلمية البوسنة، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.